عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم مجموعة ديال النصائح بخصوص تنظيف البطانيات، الطريقة يعني باش تحصلوا على أحسن نتيجة إن شاء الله. فغير تبعوا معايا أخواتي الفيديو، أكيد إن شاء الله غادي تستفدوا من هاد النصائح. كيف كتشوفوا معايا انا دايره هنايا هاد السله، هادي كنجمع فيها الالعاب ديال بنتي، كتجيني حسن في التصبين ديال الكواش و غير في الطرقات، ولكن من بعد كنقلبها في بانيو الا بغيت يعني نشتف عليها، ولكن هذا كيجي مزيان في الطرقات لانها تتغطى كلها بالماء. غادي نوريكم شنو كندير. كندير هنايا البرودوي اللي كنستعمل، يعني كل وحده غادي تستعمل المسحوق اللي كدير، كنديرو هنايا لتحت. هنا البنات انا غادي نستعمل كذلك واحد نص صابونه، غادي نستعمل هذه بالريحه ديال الحامض، ريحه ديالها زوينه بزاف. علاش كنستعمل الصابون مع المسحوق اللي غادي نغسل به الكواش؟ حيت الا خليتي المسحوق بوحدو كيجيونا حرشين الكواش، يعني من الاحسن البنات ديروا مع المسحوق، ديروا قد المسحوق قد الصابون، من الاحسن المسحوق تيحيد لنا الطبيب، ولكن الصابون تيعاوننا بزاف باش تخلي الكاش رطبه. ممكن كذلك بدنا نستعملوا واحد شويه ديال مناعم الاقمشه، الا ما عندكمش استعملوا حتى مناعم الشعر، يعني تاخذوا شي مناعم ديال الشعر اللي تيكون الثمن ديالو رخيص وديروا حتى هو راه كينفع بزاف البنات. هذا الغسيل ديال الكواش راه تيعطيهم واحد اللمعان وتيعطيهم كذلك نعومه. غادي نزيدوا لهاد الماء كيف شفتوا معايا هنايا، كذلك البنات هنايا غادي نزيد حتى واحد شويه ديال الخل، حيت عندي واحد الكاشه كنت خديتها في مرجان كتطلق ليا صراحه اللون ديالها، دائما فيما كنصبنها كتطلق ليا اللون، داكشي علاش غادي ندير معها شويه ديال الخل. الخل كيف كتعرفوا راه كيحافظ لينا على الالوان وما تيخليش الالوان يعني تطلق في بعضياتها. غادي ندير واحد شويه ديال الخل حتى هو، يعني هذا الخل هذا راح تستعملوه البنات حتى للحوايج، اللي عندها المشكل ديال الحوايج كيطلقوا ليها اللون، زيد شويه في الماكينه راه زوين بزاف. دابا البنات غادي نشعل عليها الماء السخون، انا ديما تنرقد صراحه الكواش في الماء السخون. غادي نشعل دابا الماء السخون صافي، غادي نخلي حتى يذوب داك الصابون وحتى يذوب داك البرودوي كامل، وغادي نخلي السطو حتى يعمر ليا تقريبا ثلثين، عاد ديك الساعه ندير فيه الكاش ونخليها ترقد. انا دائما تنديرها في الليل وتنخليها كترقد حتى للصباح، وكنجي كنغسلها بسهوله يعني ما كتعذبش فيها نهائيا، غير كنشتف عليها شي شويه وتنغسلها وكتعطيني نتائج زوينين، كتحيد ليا الطبايع كتحيد ليا كلشي. ضروري البنات ما ترقدوا الكواش. كذلك البنات هنايا ملي كتوضعوا الكاشه وترقدوها ومن بعد تغسلوها، الا بغيتوها تكون فيها الرائحه زوينه كيف دائما كنقول لكم دائما على هاد الكوته هادي فهي رائعه البنات. ملي كنبغي نشلل الكاشه يعني التشليله الاخرانيه، يعني حتى كنشللها مزيان وكتبقى لها واحد التشليله، كندير شويه ديال الماء وكندير فيه هاد الكوته هادي وكنشللها فيه صافي، وكنحيدها كتسقطر ومن بعد كنشرها، فراه كتبقى فيها البنات الريحه زوينه بزاف. ممكن كذلك الا نشرتوها ديروا هاد الكوته هادي في شرشاشه وترشوا بها مزيان الكاشه من الفوق، راه كتبقى فيها واحد الريحه اللي هي غزاله البنات بزاف. وغير جربوا البنات هاد الطريقه، راه كتعطي مفعول ديالها وكتعطي الريحه اللي هي غزاله وكتبقى مده طويله في الكاشه. كانوا هادو اخواتي هما الحيل اللي خاصه بتنظيف البطانيات او الكواش. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وكنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.